فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولسنا بهذا الصدد نطالب المصلين والأئمة والمنفردين في الصلاة أن يصلوا مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، فإن هذا قد لا يطاق، ولكن عليهم بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، بحيث أن يصلوا صلاة معتدلة إتماما وتخفيفا إتماما يعني تطويلا من غير إملال ومشقة، وتخفيفا من غير إخلال بالصلاة. ولو لم تكن صلاتهم مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد لا يطاق، قد أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ما لم يعطه لغيره والرغبة في الخير. قد قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، ومن يطيق ذلك؟ وقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، من يطيق هذا؟ أو في ركعتين، من يطيق هذا؟ وكان ركوعه وسجوده نحوا من قيامه، لكن المقصود الاقتداء في الجملة، بأن تكون صلاة المسلم متعادلة في قيامها وفي ركوعها وفي سجودها وفي جلوسها، وأن تكون طويلة من غير مشقة، وأن تكون خفيفة من غير إخلال بالصلاة. فعلى المصلي أن يراعي ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما قاموا رمضان في خلافة أبي بكر الصديق، في خلافة عمر رضي الله عنه، خلف إمام واحد، صلوا 23 ركعة، لأنهم خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات رحمة بالمأمومين، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 أو 13، لكنهم لا يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خففوها مع زيادة العدد رحمة بالناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في رمضان عددا معين، بل رغب في القيام، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام.